أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، صدق الله العلي العظيم. مرة أخرى السب نقاط سريعة في هذا الموضوع الشائك المتجدد. النقطة الأولى: هناك إفراط وتفريط عجيبان في هذا الموضوع بالذات. البعض باستعجال من دون وجود أي مبرر شرعي يسب الناس، يطعن في بعض الناس، لمجرد اختلاف في الرأي يلعن. والأسوأ إذا كان قد تعلم كلمتين من الدين يحمل كل ذلك على الدين. فلان ضد أهل البيت، فلان يمشي خلاف طريق أهل البيت، فلان مبتدع، فلان بتري، وأمثال هذه العناوين التي تطلق كمبرر شرعي للطعن في شخص.
لا شك أن المبتدع يستحق السب، البتري بلا شك يستحق الطعن، ولكن من هو المبتدع؟ من هو البتري؟ من هو الذي يكون ضد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ هذه مفاهيم حددها الشرع. البتري يستحق الطعن، من هو البتري؟ له مظاهر، له علامات ذكرت في الروايات الشريفة. أنت تعرف هذه العلامات؟ من أظهر علاماتهم، أو لعله أظهر علاماتهم، أنهم البتريون يظهرون الولاء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولا يتبرؤون من أعدائهم. ولكن هل من الصحيح أننا نعتبر شخصا بتريا لأنه لا يظهر علنا أمام الناس البراءة من بعض أعداء أهل البيت؟ لعله يعيش في ظروف تقية. لعله يكون صاحب عذر شرعي خاص آخر. بمجرد اختلاف في الرأي يحق لي أن أتهم شخصا أنه مبتدع؟ لي رأي وله رأي. المبتدع يستحق السب، أمرنا بسبهم المبتدعين. ولكن من هو المبتدع؟ أنت من أهل خبرة فهم الروايات الشريفة، حجتك معك. أنت تتبع في هذه المفاهيم شخصا من أهل الخبرة، حجتك معك. ولكن بدون وجود حجة، لا أنت من أهل الخبرة لا تتبع شخصا خبيرا ثقة في هذا المجال، يحق لك؟ هو يختلف معك في الرأي، له رأي آخر، هو مبتدع؟ ما هو معنى المبتدع؟ لنفرض أنك علمت هذه المفاهيم معانيها، معاني هذه الكلمات، مبتدع، علمت من هو المبتدع، علمت من هو البتري، علمت من هو يكون ضد أهل البيت، ولكن تطبيقك هذه المفاهيم على هذا الشخص من أين؟ معرفة المفاهيم أولا، ثم تطبيق هذه المفاهيم على الناس. بالإضافة إلى أن بعض الأخطاء حتى لو ثبت أن الشخص بالفعل ارتكب خطأ، هذا يجيز لي لعنه؟ يجيز لي أن أسبه؟ ليست كل الأخطاء هكذا، بعض الأخطاء نعم، ولكن كل خطأ يجيز لي أن أصنع ذلك؟ أولا معرفة هذه المفاهيم، ولعل البعض ليس خبيرا ولا يتبع خبيرا في هذه النقطة. ثانيا تطبيق هذه المفاهيم على الشخص. ثالثا لعله من الأخطاء التي تغتفر يعني لا تستحق، لا يستحق الشخص بهذه الأشياء اللعن والسب والطعن. ضبطت هذه الأمور ثم لعنت، لا بأس. ضبطت هذه الأمور ثم سببت، لا بأس. ولكن يبدو أنه أحيانا، بل أقول كثيرا ما، من دون هذه القواعد، من دون مراعاة هذه الأمور، الشخص يلعن ويسب
بل أحيانا أصلا في القضايا العادية الشخص يسب يلعن. طفل سقط شيء من يده يلعنه. طفل مؤمن يشك أحد في حرمة لعن المؤمن من دون عذر شرعي؟ بأي مبرر أنت لعنته؟ لأنه ارتكب خطأ طفل. يعني انظروا إلى أي حد نأخذ المجال وسيعا في هذا الموضوع. عادي تقول له حرام لعن المؤمن بلا إشكال بلا شبهة، لعلي أقول من الضروريات لعن المؤمن حرام. هؤلاء في مجال الإفراط في هذه الخانة فئة كثيرة، وفئة كثيرة في الخانة الأخرى المقابلة لهذه الخانة، التفريط. لا يسب حتى من سبه الله عز وجل، لا يلعن حتى من لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله، بل يتمادى أكثر من ذلك، يستقبح السب مطلقة حتى من سبه الله عز وجل، ليس فقط لا يصنع، يستقبح ذلك أصلا، يستقبح أصل السب، يستقبح أصل اللعن، مع أن السب ورد في القرآن الكريم، مع أن اللعن ورد في كلمات رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه أيضا فئة ليست قليلة، كما أن الإفراطيين بكثرة، التفريطيون أيضا بكثرة. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن الطبيعي تأثير هذه الفئة على تشديد هذه الفئة، وتأثير هذه الفئة على تشديد تلك الفئة. الإفراطيون يجعلون التفريطيين أكثر تفريطا، والتفريطيون يجعلون الإفراطيين أكثر إفراطيا. كل ينظر إلى خطأ الطرف الآخر فيشتد في مجاله. هذا إفراطي يصبح إفراطيا أكثر بسبب هذا التفريطي، هذا هو تفريطي يصبح تفريطيا أكثر بسبب ذلك الإفراطي. كلاهما على خطأ، لا شرقية ولا غربية. هذه عبارة القرآن، لا شرقية ولا غربية، لا أفراط لا تفريط. النقطة الثانية، البعض يقول صحيح في القرآن الكريم يوجد لعن، يوجد سب، يوجد طعن، استهزاء، ولكن لا يوجد في القرآن الكريم شيء من هذه الأمور لأشخاص معينين، فئات. من اتصف بهذه الصفة يلعن يسب في القرآن الكريم، فيلزم علينا اتباع القرآن. نحن أيضا لا نلعن لا نسب أشخاصا، كلام غير صحيح. أيضا أولا، إن كان السب شيئا قبيحا، ما الفرق أن يكون السب موجها لشخص واحد أو لفئة من مئات الأشخاص؟ يعني سب والطعن واللعن لفئات هذا ليس قبيحا، طعن شخص واحد قبيح؟ فلعنة الله على الظالمين ليس قبيحا، أما نلعن ظالما واحدا هذا قبيح؟ أي مفهوم هذا؟ إن كان الشيء قبيحا ذاك أقبح، وإن لم يكن قبيحا كما هو كذلك فليس قبيحا. هذا أولا. ثانيا، من قال لك أنه لا توجد آيات في القرآن الكريم تسب تلعن
أناسا معينين. تبت يدا أبي لهب، فلا تطع كل حلاف مهين. مهين يعني حقير. سب هذا أم لا؟ الوليد بن المغيرة. عتل بعد ذلك الزنيم، يعني ابن زنا، هذا سب أم لا؟ شخص أم لا؟ شخص معين. فمثله كمثل الكلب، سب أم لا؟ من قال لك؟ هذا شخص واحد كان. من أين تقول أنه لا توجد في الآيات القرآنية الشريفة سب موجه إلى أشخاص معينين؟ لا، هذه الآيات موجودة، آيات أخرى أيضا موجودة لفئات من الناس. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك مجموعة. تقول للشخص أنت، أجل الله السامعين، أنت حيوان، هذا ليس سبا؟ ثم الآية تقول بل هم أضل، سب واضح. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، تقول لشخص أنت تأكل مثل الحيوان، هذا ليس سبا؟ ما هو مفهوم السب؟ يتمتع كما يتمتع الحيوان الأنعام، هذا ليس سبا؟ سب، سب لفئات، سب لأشخاص، سب لفئات. هذا ثانيا. ثالثا، القرآن الكريم حجة، كلام رسول الله أيضا حجة. من الفظيع من الأخطاء أننا نقول أن الشيء الفلاني لا يوجد في القرآن الكريم فيلزم أن نبتعد عنه. هذه فاجعة في الدين. يعني كلام رسول الله صلى الله عليه وآله لا قيمة له؟ لنفرض أن القرآن الكريم ما سب أشخاصا معينين، إذا كان ذلك يوجد في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله الصحيح عنه، يكفي؟ كلام رسول الله هو القرآن، هذا المفهوم الذي جاء إلينا من أناس من مذاهب منحرفة خطير جدا، يقول لي جئ لي بدليل من كتاب الله. لا، لو كان عندي دليل من كتاب الله أأتي لك بدليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. كلام رسول الله لا يقل شأنا عن كلام الله عز وجل. كلام رسول الله هو كلام الله، إن هو إلا وحي يوحى. القرآن يقول، يوجد في كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله سب لعن لأشخاص معينين أم لا؟ ما أكثر شائع، حجة خلاص. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة في هذا المجال، الآية المباركة التي توجنا شرفنا نورنا بها حديثنا، تذكر هذه الآية المباركة كثيرا في موضوع السب. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، نهي عن السب. هنا أمور. الأمر الأول في هذه الآية المباركة، البعض يستفيد من هذه الآية المباركة كراهة السب، الآية لا تدل على ذلك. لا نحمل كلام الله سبحانه وتعالى ما نعتقد به، نتحمل ما قاله القرآن الكريم. الآية لا تقول السب مبغوض، الآية تنهى عن سب آلهتهم لا عن السب بقول مطلق. الآية تقول لا تسبوا، لا، الآية تقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الآلهة التي يدعونهم من دون الله لا تسبوا هذه الآلهة. اجعل الآية كما هي، أنت عندك رأي تحمل الآية المباركة رأيك، خطأ. ماذا تقول الآية؟ الآية تقول هذا المعنى. بالاستفادة من الروايات الشريفة، والروايات الشريفة تفسر الآية القرآنية، لعله إلى حد ما نتوسع إلى المقدسات،
الآية تقول غاية ما تقول لا تسبوا مقدساتهم، فيسبوا الله عدوا بغير علم فيسبوا مقدساتكم. الآية تقول هذا المقدار، استفد من الآية بهذا المقدار، لا تذهب أكثر من ذلك. الآية تقول لا تسبوهم، لا، الآية لا تقول لا تسبوهم. الأمر الثاني في هذه الآية المباركة، لماذا النهي عن سب آلهتهم؟ ما هو الدليل؟ الدليل مذكور في نفس الآية المباركة، فيسب الله عدوا بغير علم، هذا يسمى بالإصطلاح منصوص العلة، العلة مذكورة منصوص عليها سبب هذا النهي، فيسب الله عدوا بغير علم. هنا موضوع هام جدا إخواني، أقول جدا، موضوع عظيم، موضوع مترام الأطراف، ليس خاصا بالسب هذا الموضوع، وهو موضوع مهم في حياتنا الشخصية، مهم في حياتنا الدينية، مهم في حياتنا الاجتماعية، مهم. ما هو الموضوع؟ بكلمة موجزة، لا تجر الكبار في القضايا الصغيرة، بعض القضايا لا تسوى في هذه القضايا الصغيرة، لا تأتوا بالكبار. هذه قضية تبدأ من التربية إلى أهم القضايا وأعقد القضايا السياسية، البعض يجر الكبار في قضايا صغيرة لا تسوى هذه القضية. مرة فيما يرتبط بحديثنا عن السب، مرة الإنسان يسب آلهتهم لضرورة لا بأس، لبيان الحقائق لا بأس، الحقائق المهمة، لبيان أمور مهمة، يعرض الشخص شخصية عظيمة للسب لا بأس. هذه طريقة أهل البيت، طريقة رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله عرض نفسه للسب، يوجد أعظم من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن ما عرض نفسه للسب في قضايا تافهة. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم بكل وضوح، بل أخبر أصلا بذلك، ليس فقط يعلم، يعلم يعلم، أخبر بذلك، أنه إذا صرح وأعلن إعلانا عاما عن ولاية مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سوف يسبونه، مع ذلك أعلن. القضية مهمة، حتى لو سبوا أهم مقدسات الدين وهو رسول الله صلى الله عليه وآله لا بأس، بيان هذا الأمر مهم. أحيانا السب يكون هكذا، يعني الإنسان يسب آلهتهم وهم يسبون الله عز وجل، يسبون مقدساتنا، ولكن لقضية تسوى لا بأس، لضرورة لا بأس. ولكن لا أقول كثيرا، وهو كثير طبعا، أقول أحيانا، أحيانا الإنسان تشفيا يسب آلهتهم وهم يسبون الله عز وجل، لا تسوى، اسكت، تريد أن تتشفى في قضايا لا تسوى، ليس صحيحا. ثم أيضا قضية أخرى إخواني، التفتوا إلى هذه النقطة، نقطة مهمة، حتى لو اقتضت الضرورة أن الإنسان يعرض أشخاصا مقدسين، مقدسات للسب، لأنها قضية ضرورية يلزم أن نبين الحقائق، لأجل بيان الحقائق نضطر أن نقول أشياء هم يسبون مقدساتنا. لو كان ذلك، تدرج تدرج خطوة خطوة يا أخي، لا تأتي بأكبر الشخصيات في الميدان، عندك أبطال، أرسل أقلهم شأنا،
ميدان حرب. عندما يأتي شخص لا ترسل أكبر شخصية له. من الممكن دفع الضرر بتعريض شخصيات للسل، لا نعرض من هم أكبر. أصرح بالأسماء بدون القضية. يا أخي أبو طالب سلام الله عليه، كم هو عظيم، الله العالم بعظمته. هناك قضية من الممكن، سلام الله على أبي طالب، أنا وأمثالي تراب قدم أبي طالب، ولكن من الممكن أن الإنسان يبعد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن القضية، يأتي بأبي طالب، يبعد رسول الله صلى الله عليه وآله عن القضية، يبعد الإمامين الحسن والحسين عليهم الصلاة عليهم جميعا وآلهم الصلاة والسلام، ويأتي بأبي طالب لا بأس. أهوان إذا اقتضت الضرورة، طبعا بدون ضرورة حتى لا تأتي بأبي طالب. اعرفوا ما أقول، بعض القضايا ليس من الصحيح أن نأتي بأسماء الكبار فيها. اقتضت الضرورة ائتي تدرج خطوة خطوة. هذه القضايا تحدث لعلي أقول بصورة شبه يومية، مرارا أسمع قضايا أشخاص يأتون بأسماء كبار في قضايا صغيرة. هذه إهانة للكبار. اقرأوا القضية بدون تفاصيل. هذا ثانيا. الأمر الثالث فيما يرتبط بهذه الآية المباركة، الآية المباركة ماذا تقول؟ تقول أيها المؤمن أنت لا تبدأ بسب آلهتهم، فعلى أساس ذلك يسبون إلهك. ولكن هل الآية تقول إذا بدأوا هم بسب مقدساتك أنت لا تبدأ، أنت لا تسب؟ الآية تقول هذا المعنى؟ بل من الضروري هنا السب، من الضروري هنا ردة الفعل. شخص يأتي يسب إلهك عز وجل، هو يبدأ، أنت تسكت عن آلهته، تسكت عن مقدساته؟ أصلا الآية لا تقول هذا الشيء. شخص كان، إما أقول كان منصفا إلى حد ما، أو كان يحاول أن يكون منصفا إلى حد ما، جاءني في هذا المسجد المبارك من مذهب آخر، حديث طويل من هنا وهناك. في آخر المطاف قال أنا أطلب منك طلبا ألا تتعرضوا لمقدساتنا. طبعا هو ذكر أسماء معينة. قلت له من الذي بدأ؟ أنتم بدأتم. قال يعني ماذا؟ قلت أنتم تسبون أبا طالب سلام الله عليه، تكفرونه، أنتم بدأتم. قال أنا لا أسب أبا طالب، أنا ساكت، ولا حسب لعله قال ولا مرة في حياتي أنا لعنت أبا طالب أو سببته له. قلت له نعم صحيح لا بأس، أنت لا تسب أبا طالب، ولكن جماعتك الأولى بك أن تأخذ أمام الفعل لا أمام ردة الفعل. الذي يريد أن يحل المشكلة لا يأتي ويأخذ أمام ردة الفعل، لأن نصف القضية موجودة. أنت خذ أمام البداية للانحراف. بداية الانحراف أين؟ نحن بدأنا من زمن مولانا أمير المؤمنين، هذا المقدار الذي قطعا ثابت، ولعله من قبل كانوا يكفرون أبا طالب. أمير المؤمنين على المنبر يخطب وأحدهم يقول والعياذ بالله أن أبا طالب في النار، قضية مشهورة من ذلك الوقت. الذين ينتهكون يطعنون في مقدساتك، أيضا القرآن يقول لا تطعن في مقدساتهم.
أصلا خذ راحتك في الطعن في مقدساته. الآية لا تقول ذلك، الآية تقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، فيسبوا الله، الفاء للتفريع، يعني بسبب عملكم هم يسبون. أما إذا هو سب أنت أسكت؟ الآية لا تقول ذلك. الأمر الرابع في هذه الآية المباركة، هل الآية على إطلاقها تقول لا تسب أي إله؟ إذن يلزم عليك أن لا تسب الشيطان. تعلمون بعض الناس العياذ بالله العياذ بالله يعبدون الشيطان، إلههم الشيطان، عبادة الشيطان. إذن يلزم عليك أن لا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم سب. الآية تقول كل الآلهة كل المقدسات لا تتعرض لها أبدا. لماذا هذه الأمور؟ حتى نعرف لماذا القرآن الكريم الذي ينهانا عن سب الآلهة هو يسب الآلهة، هو القرآن قبل كلمات رسول الله قبل كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هو القرآن الذي نهى عن سب آلهتهم هو يسب آلهتهم. لأن القضية لها ضوابط، أنا لماذا أذكر هذه القضايا؟ حتى نعرف الآيات القرآنية الأخرى، حتى لا نعترض، حتى لا يصبح لنا تشويش. عجيب، القرآن هو يقول لا تسبوا ثم هو القرآن يسب الآلهة آلهتهم. القرآن قال لا تسبوا الآلهة ولكن ضمن ضوابط، إذا كانت هناك ضرورة سب آلهتهم، بيان الحقائق يلزم أن تسب آلهتهم، وإلا الحقائق كيف تتبين؟ كيف الناس يخرجون من الضلال؟ توجد آيات قرآنية عديدة، أحتاط أقول لا أقول كثيرة وإلا كنت أقول كثيرة، آيات قرآنية عديدة طعن صريح في آلهتهم، أشكال من الآيات القرآنية. اسمحوا لي أقرأ لكم بعضها حتى لا نخلط الأمور، لأجل أن لا نقع في الحفرة نقع في البئر، لأجل أن نعمل بهذه الآية المباركة نترك العمل بعشرات الآيات. خطأ، اعرف معنى هذه الآية، اعرف معنى تلك الآيات. القرآن الكريم أحيانا بكل وضوح يبين أن آلهتكم لا تنفعكم، هذا ليس طعنا في الآلهة، لا تتمكن أن تحل لكم أي مشكلة. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. أبدا، آلهتكم لا تتمكن أن تصنع لكم أي شيء. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وآيات أخرى، بعض الآيات أكثر من هذا، تقول ليس آلهتكم فقط لا تتمكن أن تحل مشاكلكم، آلهتكم لا تتمكن أن تحل مشاكلها. استهزاء بآلهتهم بالفعل. والذين يدعون من دون الله، يعني الآلهة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات، الآلهة التي أنتم تدعونهم من دون الله، هؤلاء أموات، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم، الآلهة ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. آلهتكم لا تنصركم، لا تتمكن أن تنصر أنفسها. هذه فئة من الآيات القرآنية. فاء
فئة أخرى من الآيات القرآنية براءة واضحة من الآلهة، الآلهة من دون الله. لتشهدن أن مع الله آلهة؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. براءة واضحة. أفل لكم، آية ثانية، آية أخرى، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. آيات واضحة. هذه طائفة ثالثة. طائفة رابعة شديدة جدا، لاحظ العبارة، كيف الكلام مع الآلهة من دون الله عز وجل حتى نعرف تفسير الآيات. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. كم هو شديد. أنتم لها واردون. ثم الاستهزاء، استهزاء واقعي، ليس استهزاء مجرد استهزاء، استهزاء واقعي. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. لو كانوا آلهة كانوا يردون جهنم؟ لا، ليسوا هم فقط في جهنم، هم حصبوا جهنم آلهتهم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم، أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. لا تسبوا الآلهة. نعم، ضمن ضوابط، ولذا القرآن يسب، لأن هناك تلك الضوابط غير موجودة. قضايا ضرورية حتى لو سبوا الله عز وجل والعياذ بالله وعليهم لعنة الله، لا بأس، لا حل آخر، بيان الحقائق. حتى لو سبوا المقدسات لا بأس لوجود ضرورة، أو لأنهم بدأوا، أو لأمور أخرى. أنا لست محبا للسب ولست مؤيدا لترك السب، إنما كل الكلام أننا نكون أتباع. فاتبعوني، لا أن تحمل الدين شيئا من نفسك. المشكلة أن بعضنا، لا أقول كثيرا منا، يحمل الدين حالاته الشخصية. أنا إنسان هادئ بطبيعتي الهادئة، لا أحب السب، فأقول الدين يمنع من السب. أنا إنسان بطبيعتي شديد، بطبيعتي عنيف، أقول الدين يأمر بالسب. يا أخي، لا تحمل الدين حالاتك الشخصية، انظر بصورة صحيحة إلى الدين، إلى القرآن، إلى كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يسبون، سب. يمنعون من السب، امتنع من السب. في كل المجالات هكذا. ماذا يقول الدين؟ خلاصة ما توصلت إليه في القضايا الشخصية، أبدا لا تسب، أبدا لا تلعن، أصلا في القضايا الشخصية القرآن الكريم يأمر أن تكون عفوا، أن تكون سريع الصفح. فليعفوا أمر، وليصفحوا. أما في القضايا الدينية الوضع يختلف. مرة أنت تكلم شخصا أو أشخاصا أو أمة أو فئة أيا كان،
منطقية. الإسلام قمة في المنطقية، منطق. الإسلام عنده من المنطق ما لا يوجد عند أي دين أو أي مذهب آخر. كن منطقية، لاحظ الآيات القرآنية التي تتحدث عن مجال المنطق. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. استبعد، أنا ما قرأت كل النصوص، ولكن استبعد أنكم تجدون مثل هذا النص في كتب الأديان الأخرى. كم هو رقيق، كم هو لطيف. إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. في مجال المنطق منطق، ولكن في مجال الحرب حرب. والذين كفروا فتعسًا لهم. تعسًا لهم يعني ماذا؟ طريقة أهل البيت بالضبط مثل طريقة القرآن الكريم. هم القرآن أصلاً، هم القرآن الناطق. عندما كان يأتيهم شخص، ابدأ من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الإمام العسكري عليهم جميعا الصلاة والسلام، وعلى مولانا صاحب الأمر الصلاة والسلام، شخص يأتيه مشرك أصلا، مشرك بالله عز وجل، يتكلم بمنطق، يتكلمون معه بمنطق، أبدا لا يوجد سب، لا يوجد لعن، ولكن شخص شهر سيفه يشهرون السيف بوجهه، شخص يسب يسب، شخص يطعن يطعن فيه. لعن الله، لعن الله، كم مرة تجدون هذه الكلمة في كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هو رسول الله المنطقي في مجال المنطق، الشديد في مجال الشدة. لعن جماعات، لعن أفراد في كلمات النبي صلى الله عليه وآله كثير جدا. أقول ابحثوا، ابحثوا في المصادر. حرب حرب، سلم سلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، ولكن عندما يحارب ماذا؟ عندما يسب ماذا؟ عندما يتهم ماذا؟ كل شيء في مجاله حسن. الدين هكذا، هذا ما أفهمه أنا. في مجال المنطق منطق، في مجال الحرب حرب. هذه خلاصة المعنى. لا ننكر شيئا ولا نفرط في شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى، نحن أناس ضعاف، عقولنا ضعيفة، إمكانياتنا النفسية ضعيفة، أرواحنا ضعيفة. نسأل الله سبحانه وتعالى بأحب الخلق إليه، بالأقوياء، بالذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى كل شيء، بالذين خلقهم الله سبحانه وتعالى من نوره، بالذين خلق الله سبحانه وتعالى أجسامهم من أعلى عليين وأرواحهم من فوق ذلك. اللهم بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم ارزقنا اتباعهم، اللهم بحقهم ارزقنا الائتمار بأوامرهم، اللهم بحقهم ارزقنا الانتهاء عند نواهيهم، ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
هداك أبوك يا زهرة يا زهرة، إن هداك البرايا بنوك يا زهرة يا زهرة. يا من رضا ربنا من رضاها يا زهرة يا زهرة، يا زوجة المرتضى في علاها يا زهرة يا زهرة. سيدتي إنك خير النساء يا زهرة يا